جينا نؤدي عبادتنا الدينية كمسلمين في الأقصى المبارك أولى الكبلتين، وعلى أساس أنه ندخل ونصلي، بس للأسف الاحتلال رجعنا على حاجز كلانديا اللي هو المدخل الشمالي للأقصى لمدينة القدس. فحاولنا عدة مرات أن أدخل كلهم بدي أصلي، منعوني رجعوني بدهم تصريح. بالرغم من أني فوق يعني كبير بالعمر ما سمحوا لي أدخل على الأقصى للأسف، يعني دعاية بس. والجمعة اللي فاتت جيت ورجعوني بدهم تصريح، وعندهم المنسك اللي هو التابع للجيش الاحتلال مغلق الكمبيوتر عنده للأسف، وهينا رجعنا صلينا على الحاجز على الأرض. جينا تنصلي هون في المسجد الأقصى المبارك، ولكن قوبلنا بالمنع من قبل قوات الاحتلال ولم يسمح لنا بالدخول. معي مغنطة وبدهم تصريح كمان، ما معي تصريح، حكاية بتصلي في البيت، هذا اللي صار معي، وهينا بدنا نصلي هون على الحادث.